مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات، أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. سيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف حكيمي اسم العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له 1000 حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا، وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله لنصره الله. السيد نصير المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني وسام العرش درجة ضابط. نصير مزراوي دراع آخر من أدرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. سيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية، كان حاضرا بقوة في المقابلات 7 لأسود الأطلس. سيد نايف أجرد محترف بنادي وستهام الإنجليزي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أجرد هو ورفاقه من أجل الوطن، هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا زياش تهون في سبيله كل المحن. محترف تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. عبد الرزاق حمد الله اسهام في صنع لحظات مونديال 2022. سيد انس زروري محترف بنادي برلين الانجليزي. وسام العرش درجة ضابط. انس زروري سواعد قوية واعدة من